من أخبار وزارة الداخلية، ننتقل معكم الآن إلى فقرة الإمارات وطني الثاني. قبل 10 سنوات بدأت رحلة فرج المكنة من تونس إلى الإمارات، حاملة معه موهبته التمثيلية وطموح متواضع بتقديم البرامج. ومع بعض الجهد استطاع فرج أن يحقق الكثير من طموحاته الفنية، هذه ليدع همها أيضا بمشروع تجاري نتعرف إليه في التقرير التالي. بين عالم التمثيل والإعلانات وعروض الأزياء كانت إطلالته ساحرا جذابا وموهوبا. هو من شباب تونس المميزين، ثلاثيني بطموح الكبار، يعمل بصمت خلف الكاميرا في استوديو تصويره الخاص وبحماس وإبداع أمامها عندما يكون هو النجم. لا ينتظر المستقبل بل ينطلق إليه بجدية وحزم وإيمان. إن النجومية والشهرة هي طموحه وغايته، يسعى إليها بعزيمة وثقة عالية في النفس. هذا هو فرج المكني. سنة 2004 جات الفكرة مع أصدقائي، جاءوا على دبي وكانوا وعجبتهم برشا وبرشا معناتها كثير، واقترحوا عليا اللي أنا بجي معناتها على زيارة بشوف المكان، وإذا كان عجبنا الوضع في دبي بنستقر، وإذا كان معناتها كانت كويسة الواحد يعمل زيارة وبعدين يرد. والحقيقة تفاجأت معناتها ببلاد عربية بالتطورات اللي موجودة فيها، بالأمن والاستقرار اللي موجود في دبي. والأمن والاستقرار بعد هو يخلق الإبداع ويخلق الإنسان، معناتها إذا الإنسان يكون خايف في مكان ومتشدد ما يقدر ينتج. بالإمارات أول ما جيت كنت أنا مدرب رياضة، الشغل في التلفزيون فتح لي أبواب ثانية اللي هي مجال الدعايات. صورت معتها كذا دعاية مع كل الشركات العالمية اللي موجودة في الإمارات. بالنسبة للاستثمارات اللي موجودة عندنا في مصنع ثلج اللي حكيت لك عليه من قبل شوي، مصنع ثلج جديد، فكرة جديدة اللي هي مكعبة ثلج محطوطة في بلاستيك، معتها متكونة من purification water، مي نقي صافي جدا. احنا السؤال تبعنا ليش، الفكرة ليش، هي ليش تشرب بوتل اوف واتر وما تشرب لما تجي تشرب ثلج تشرب مي حنفية؟ ليش؟ خاطر كل المكاين تبع الثلج كونكتت مع مي الحنفية، معناتها لما تجي تشرب مي تاخذ بوتل اوف واتر، اما ثلجك لما يكون في الدرينك تبعك بيكون ثلج حنفية، وهذا الثلج بيغير لك طعم المشروب تبعك، وفي نفس الوقت بيغير لك فيه ممكن فيه امراض، فيه فلوريد، فيه بكتيريا، فيه اشياء ثانيه تتفاداهم. في هذا المجال اخلقنا الثلج الجديد اللي اسمه الثلج الصحي. اذا تشوف بلاد كامله مع قائمه في تطور بالطبع يكون الفرص مخلوقه، ومع تنخلق الفرص والاشياء لكل الناس. مشاهدينا طبعا الآن